السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب سكندري 2 أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله معادنا مع حلقة جديدة من حلقات منهج الكالكلس. طبعا خلي بالك يا أولاد، حلقة النهاردة لطلبة العلمي فقط، طلبة الأدبي هم خلاص آخر منهجهم كان الليمتس تو انفينيتي اللي هو الحلقة اللي فاتت، وخلصوا معايا برضو منهج التريجنومتري اللي هو الكوساين رول والسولوشن أوف تريانجل. طلبة العلمي مكملين معايا تلات دروس تانيين اللي هو الليمتس أوف ذا تريجنومتريك فانكشن، وعندنا الإكزيستنس في الليمت، وعندنا كمان الكونتينيوتي. لكن طلبة الأدبي خلاص هم كده خلصوا معايا الكالكولس وخلصوا معايا التريجنومتري، هم هيكملوا معايا بس في الألجبرا. طلبة العلمي مكملين معايا بقى، نخش في حلقة النهاردة هناخد حاجة اسمها الليميتس اوف ذا تريجنومتريك فانكشن. طيب سؤال كده يا ولاد، وركزوا معايا كده في الكلام اللي أنا عايز أقوله. يعني إيه الليميتس اوف ذا تريجنومتريك فانكشنز؟ التريجنومتريك فانكشنز اللي عندنا اللي هم الساين أو التان أو الكوساين، صح كده؟ جميل قوي. لو انا عايز اجيب الليميت ساين اكس اوفر اكس والاكس تندس تو زيرو، هتقول لي يا مستر معقوله انا هجيبها ازاي دي؟ هقول لك سهله، عوض لي عن الاكس مره بزيرو ومره، بس خلي بالك لما تحط الانجل هنا ساين اكس يعني معناها ان الانجل هنا ديجري والاكس دي راد. يعني ايه؟ يعني لما تحط الاكس ب 90 هنا تبقى هنا باي اوفر 2، لما تحط الاكس هنا ب 180 تبقى هنا باي، لما تحط الاكس هنا في 45 مثلا يبقى 3 باي اوفر 4. هتقعد تعوض بارقام كتيره جدا للاكس وارقام كتيره جدا للاكس هنا برضو، هتفضل تعوض تعوض لحد ما تلاقي ان الاكس بتاعتك او الساين اكس اوفر اكس دي كلها ابروش لل1. عشان كده بقول ان الليمت ساين اكس اوفر اكس يبقى ايكوالز 1 على طول، من غير ما تعمل تيبل، من غير ما تعمل حاجه خالص. حتى لو انت دخلت على الجيو جبرا وكتبت ساين اكس عندك على التاب، هتبص تلاقي ان الكيرف بتاع الساين يبقى ابروش لل1، لكن استحاله يبقى 1 بوينت. اتفقنا يا ولاد؟ طيب ممكن اجيبها بطريقه ثانيه يا مستر، اللي هي ايه؟ بصوا كده معايا يا ولاد، ما انا مش كل مره هقعد احسب بقى، مش هعمل تيبل واحط مره الاكس مره هنا ديجري وهنا راد وشغلانه طويله جدا. امال تعمل ايه؟ خد الكوفيشنت بتاع الانجل اللي هنا على الكوفيشنت بتاع الاكس اللي هنا، فهنا الكوفيشنت 1 وهنا الكوفيشنت ايه؟ 1، يبقى على طول سين اكس اوفر اكس ب 1. يبقى لو انا عايز اجيب الليمت ساين اوفر ساين اكس اوفر اكس ايكوالز مين؟ ايكوالز 1. جميل جدا. طيب لو انا عايز اجيب برضو بنفس الطريقه تان اكس اوفر اكس، هعمل نفس التيبل اللي قلت عليه، حط هنا ديجري حط هنا ريد، وبرضو هيطلع في الاخر الكلام ده ابروش لل1. يبقى الليمت برضو لما الاكس تندس تو 0 تان اكس اوفر اكس اولسو ايكوالز 1. هم دول التو رولز، وهناخد واحد كمان شويه دلوقتي مهمين جدا في حلقه النهارده. لو انا عايز اجيب بقى يا ولاد سؤال بقى، ساين 2 اكس على 5 اكس، تدريب بقى بسرعه على اللي احنا قلناه في الثيرم هنا. احنا قلنا لو ساين اكس اوفر اكس، خد الكوفيشنت على الكوفيشنت هنا يبقى 1 اوفر 1 تبقى 1. هنا الليميت بقى ساين 2 اكس على 5 اكس، على طول خد الكوفيشنت على الكوفيشنت يبقى 2 اوفر 5 على طول. طب دي برده تان 3 اكس اوفر 7 اوفر 7 اكس، يبقى هنا قلنا خلاص 2 اوفر 5. مين يجيب دي بعينيه يا ولاد؟ تان 3 اكس اوفر 7 اكس. هتقول لي الكوفيشنت يا مستر اوفر الكوفيشنت يبقى 3 اوفر 7 على طول، اهي ادي 3 اوفر 7. اهم حاجه يا ولاد تبقى الاكس دي هي الاكس دي. لو دي اكس باور 2 تبقى دي اكس باور 2، لو دي اكس باور 3 تبقى دي اكس باور 3، لو دي اكس باور 8 تبقى دي اكس باور 8. مهم جدا عشان تاخد الكوفيشنت على الكوفيشنت لازم يا مستر يبقى الاكس نفس الاكس، خلاص يعني الاكس هنا والاكس هنا هافينج ذا سيم باور، هافينج ذا سيم باور. الثيرد رول يا ولاد اللي هناخده النهارده اللي هو الليمت برضه والاكس تندس تو 0 1 ماينس كوساين اكس اوفر اكس، دي كلها على بعض تطلع بزيرو. بنفس الطريقه برضه هنعمل تيبل، نحط هنا ديجري نحط هنا راد، هتلاقيها ابروش للزيرو، لكن الساين والتان ابروش لل1. لكن 1 ماينس كوساين على اكس او 1 ماينس كوساين اكس اوفر اكس لما الاكس تندس للزيرو هتطلع في الاخر بزيرو. تمام كده؟ تمام. طيب تعالى ناخد بقى اكزامبلز على الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. اكزامبل 1 يا ولاد، هنا عايز اجيب الليمت والاكس تنس تو 0 سين اي اكس على بي اكس. يلا بعينيك الحلوه بقى، هتقول لي يا مستر الاكس هي الاكس، يبقى ناخد الكوفيشنت على الكوفيشنت يبقى اي اوفر بي. خلصت درس النهارده في منتهى الجمال. طب ناخد اكزامبل 2 برضو، الليمت والاكس تنس تو 0 تان 2 اكس على 7 اكس، تقول لي يا مستر الاكس هي الاكس، يبقى ناخد الكوفيشنت على الكوف يبقى 2 اوفر 7. جميل جدا. طب نمبر 3، عايز الليمت برضه والاكس تندس تو 0 4 اكس سكوير على 9 اكس سكوير. ايوه خلي بالك هنا الاكس هنا باور 1 والاكس باور 1، يبقى الكوفيشنت على الكوفيشنت، الاكس باور 1 والاكس باور 1 الكوفيشنت اوفر الكوفيشنت، هنا باور 2 هنا باور 2 يبقى اولسو الكوفيشنت اوفر الكوفيشنت يبقى 4 اوفر 9، لان الاثنين هافينج ذا سيم باور. طيب
لو قلت لك بقى تان سكوير 3 اكس اوفر 2 اكس سكوير، ايوه صح صح بقى من اول هنا. هنا الباور على مين؟ على التان، يعني الباور على الفانكشن يا ولاد. لما يبقى الباور على الفانكشن اعمل دي باور 2. تقول لي ليه؟ تان باور 3 تان باور 2 3 اكس دي عباره عن ايه؟ هتقول لي تان 3 اكس ملتبلاي تان 3 اكس، صح؟ و 2 اكس باور 2 اللي هي كانها 2 اكس ملتبلاي اكس، صح ولا لا؟ يبقى ناخد 3 على 2 ملتبلاي 1 اوفر 3 اوفر 2. تاني بالراحه كده واحده واحده اهي، تاني كده يا ولاد. دي تان باور 2 3 اكس، يبقى كانها تان 3 اكس ملتبلاي تان 3 اكس، و 2 اكس سكوير كانها 2 اكس في اكس. هتعمل كل واحده لوحدها تطلع في الاخر 9 اوفر 2. طب انا هنا اعمل ايه بقى؟ انا مش هعمل كل ده بقى. لما يبقى الباور على الساين او الباور على التاني يا ولاد نعمل ايه؟ اعمل باور 2، قول لي دي 3 باور 2 اوفر 2 بس، خلاص خلصت. طبعا 3 باور 2 يبقى 9 اوفر 2. تاني لو الباور على التان او الساين يبقى تعمل لي باور 2 هنا، يبقى دي 3 باور 2. ما خلي بالك ما دي تان سكوير دي اكس سكوير، ما عندناش مشكله في الباور، لكن عشان دي تان باور 2 كانها تان 3 اكس ملتبلاي تان 3 اكس، يعني 3 ملتبلاي 3 كانها 3 باور 2. انا مش هعمل كل الستبس دي. يبقى لما لو هنا مثلا دي ساين باور 2 ودي اكس باور 2 يبقى دي اي باور 2 على بي، لو دي تان باور 2 ودي اكس باور 2 تبقى دي 2 باور 2 على 7. خلاص كده دي تان باور 2 ودي اكس باور 2 يبقى 3 باور 2 على 2 اللي هي 9 اوفر 2. جميل قوي. طيب اكزامبل تاني، هنا 1 ماينس كوسين اكس اوفر 10 اكس. لا دي مش شكل الثيرم يا مستر، شكل الثيرم 1 ماينس كوسين اكس اوفر اكس، يعني كل ده اوفر اكس. طب ما ممكن نعمل لها كوبري كده، بريدج صغير كده، يعني ايه؟ اقسمها 2، اعمل 1 ماينس كوسين اكس تايمز فراكشن تاني، حط 10 اكس هنا في الدينومينيتور كوبري، وحط اكس هنا واكس هنا، ما عملتش حاجه. ما انت لو كنسلت الاكس مع الاكس ورجعت ال 10 مكانها يرجع لنفس الفراكشن ده. يبقى دي 1 ماينس كوسين اكس اعملها اوفر اكس ملتبلاي اكس اوفر 10 اكس. دي كلها على بعض بايه يا اولاد؟ بزيرو، لان الاكس تنس تو زيرو، دي ثيرم. طب دي بكام؟ ب 1، يبقى 0 ملتبلاي 1 تطلع في الاخر ب 0. طب اكزامبل تاني، عايز اجيب الليمت 1 ماينس كوسين اكس اوفر اكس باور 2. هي المفروض 1 ماينس كوسين اكس على اكس باور 2 ولا 1 ماينس كوسين اكس اوفر اكس؟ يبقى المفروض دي تبقى اكس. طب انا اعمل ايه؟ هنا بقى في مشكله بقى. ايه رايكم لو انا عملت ملتبلاي الكونجيجيت يا اولاد ل 1 ماينس كوسين اكس؟ هو الكونجيجيت ل 1 ماينس كوسين اكس اللي هو مين؟ 1 بلس كوسين اكس. يبقى اعمل لي ملتبلاي 1 بلس كوسين اكس اب وداون. ونرجع بقى زي ما اخدنا في ليسون 1 في الكالكلس، اكتب الليمت والاكس تندس للزيرو، اعمل اب ملتبلاي اب داون ملتبلاي داون. الداون اللي هو ديفرنت، حط اكس باور 2 براكت 1 بلس كوسين اكس. 1 ماينس كوسين في 1 بلس كوسين 1 ملتبلاي 1 يبقى 1، نيجاتيف تايم بوزيتيف نيجاتيف، كوسين في كوسين بكوسين باور 2. ده رول انت درسته قبل كده. احنا خدنا ساين سكوير بلس كوسين سكوير ب 1، يبقى 1 ماينس كوسين سكوير تقول لي ساين سكوير اكس على طول. جميل. طب ما اتجزأ دي، خد لي ساين سكوير اكس اوفر اكس سكوير لوحدها دي فراكشن، وفراكشن تاني 1 اوفر 1 بلس كوسين اكس اهو، عملتها 2 اهو، يبقى ساين اكس ساين سكوير اكس على اكس سكوير اي، ودي 1 على 1 بلس كوسين. دي على بعضها ب 1، ما هي 1 باور 2 يا مستر عشان الباور على الساين، يبقى ب 1 يعني. هنا حط الاكس ب 0، يبقى دي بقت ب 1، حط الاكس هنا ب 0 يبقى 1 على 1 بلس كوسين، طبعا كوسين 0 بايه؟ ب 1، يبقى دي 1 اوفر 2 ملتبلاي 1 تطلع في الاخر بهاف اهي. انا عوضت بالراحه اهو، دي كلها ب 1 تايمز، شلت الاكس حطيت 0، احسبها بقى بالكلكليتر تطلع بهاف. مسألة مهمة جدا يا ولاد. طيب اكزامبل تاني، هنا 6 اكس سكوير كوسيك 2 اكس كوتان اكس. لا بالراحة كده واحدة واحدة، ايه يا مستر الكوسيك وايه الكوتان؟ أي حاجة تجيلك كوسيك حولها لإيه؟ لساين. السي بتاخد الاس يا ولاد، يعني كوسيك ما تقولش كوساين، كوسيك قول لي ساين، كوتان تبقى تان. طب لو جات لك سك حولها لكوساين، تمام أوي. طب يا مستر دي كوسيك اللي هي 1 على ساين، اهي ادي 6 اكس سكوير اهي، دي 1 على ساين 2 اكس. هنا في 2 يا ولاد، عذرا، هنا في 2، يا اما دي مش موجوده اصلا، معلش يا ولاد، دي ساين اكس على طول، دي ما فيش 2 هنا. الكوتان 1 على تان. جميل. وبعدين قسم لي بقى الاكس سكوير دي، حط لي اكس هنا واكس هنا اهو، عشان تبقى على شكل الثيرم، يعني ال 6 هتنزل زي ما هي، الاكس باور 2 احط اكس هنا واكس هنا، لان اكس ملتبلاي اكس باكس باور 2 كانك ما عملتش حاجه.
عشان اقدر اقول خلي بالك ان سين اكس على اكس ب1 واكس على سين اكس برضو ب1 واكس على تان اكس برضو ب1، تبقى 6 ملتبلاي 1 ملتبلاي 1 تطلع في الاخر 6. عفوا يا اولاد، هنا مفيش 2 يا اولاد، دي مفيش 2. طب اكزامبل تاني نمبر 7، دي 1 ماينس كوسين اكس اوفر سين 2 اكس. افكر ازاي؟ طب 1 ماينس كوسين اكس عايزه اكس يا مستر تحتها هنا، طب ما ناخد دي الناحيه الثانيه في فراكشن تاني اهو، اعملها بريدج، اعمل كده 1 ماينس كوسين اكس على اكس تايمز، حط لي اكس فوق هنا وسيب سين 2 اكس مكانها. دي على بعضها بايه؟ هتقول لي بزيرو. طب دي على بعضها بايه؟ ب 1 اوفر 2. دي على بعضها ب 1 اوفر 2 اهي بمنتهى البساطه كده، يبقى 0 ملتبلاي 1 اوفر 2 تطلع في الاخر ب 0. خلي بالكم من الحته دي يا اولاد، ان انا بعمل بريدج هنا، بعمله ليه؟ لان دي عايزه اكس فاحطها اوفر اكس. طب والاكس اللي زودتها حطها لي فوق هنا، يبقى اكس على سين 2 اكس. سهلت الموضوع خالص، اقدر اطبق الثيرم هنا واطبق كمان الثيرم هنا. طبعا دي 1 كوفيشنت اوفر 2. طيب اكزامبل تاني، هنا الليمت والاكس تندس تو 0 اكس باور 2 ماينس اكس بلس سين اكس اوفر 2 اكس. المساله دي لها حلين اتنين، ده تيرم واحد صح؟ تقول لي اه، ممكن اعمل اكس باور 2 على 2 اكس، واعمل اكس على 2 اكس، واعمل سين اكس على 2 اكس، نجزئها كده، ده حل. والحل التاني هقوله حالا لما اخلص ده، اعمل سمبليفاي اكس باور 2 على اكس، خلاص طير الاكس دي مع اكس واحده زي ما خدنا في الانفينيتي، يبقى اكس على 2 اهي، الاكس مع الاكس يبقى دي هاف، ودي زي ما هي دي ساين اكس. معلش يا اولاد انا اسف، معلش هنا دي 2 يا اولاد، معلش هنا في 2 يا اولاد، دي تبقى ساين 2 اكس على 2 اكس. جميل جدا، شيل بقى اكس حط هنا 0، يبقى دي 0 اوفر 2 تنزل زي ما هي 0، دي تبقى نيجاتيف هاف، دي تبقى هاف يا اولاد. يعني المساله اصلا ما فيش فيها 2 يا اولاد، دي ساين اكس اهي، ساين اكس اهي، دي ساين اكس يا اولاد، دي 1 اوفر 2 معلش، عفوا دي 1 اوفر 2. طير الهاف مع النيجاتيف هاف تطلع في الاخر بزيرو، مفيش 2 هنا يا شباب، دي ساين اكس على 2 اكس يبقى دي 1 اوفر 2، دي 1 اوفر 2، دي مظبوطه كده، هي دي بس اللي غلط، مفيش هنا 2 يا جماعه. طب اكس بلس اكس كوساين اكس على ساين اكس بلس ساين اكس ملتبلاي كوساين اكس. اه الحل الثاني هنا يا اولاد صحيح، لو انت عايز تجيبها من هنا، هنا انا المفروض عندي دي تبقى دي ساين اكس على اكس يا اولاد. اي مساله تريجنومتريك فانكشنز اهم حاجه عندي ليميت، لازم الساين والتان تبقى اوفر اكس، يبقى انا هعمل هنا اوفر اكس، يبقى تعمل الفراكشن كله ديفايد باي اكس، يبقى هنا اوفر اكس تحت في الدينومينيتور، اوفر اكس هنا، اوفر اكس هنا، اوفر اكس هنا، اكس باور 2 على اكس هتبقى اكس، والاكس بزيرو دي طارت خلاص، دي نيجاتيف اكس على اكس يبقى دي نيجاتيف 1، وسين اكس على اكس ب 1 يبقى نيجاتيف 1 بلس 1 تبقى 0، 0 على اي؟ على 2 طبعا، لان الاكس راحت مع الاكس يبقى 0 على 2 ب 0، تديك نفس الانسر. هنا نفس القصه يا اولاد، ينفع بقى نجزأ هنا؟ تقول لي لا ما ينفعش، عشان دول 2 تيرمز دول، امال نعمل ايه؟ انا عايز الساين اكس ده هي تبقى اوفر اكس، يبقى هعمل هنا اوفر اكس، واعمل الاكس دي اوفر اكس، والاكس دي اوفر اكس. طب والكوساين؟ لا الكوساين بره اللعبه، ليه؟ لان ممكن تعوض عن الكوساين بزيرو، كوساين زيرو يطلع ب1، انت بتعمل ديفايد باي اكس للساين والتان بس او اكس طبعا، لكن لو عندك كوساين في المساله ما تعوضش بيها، سيبها زي ما هي كوساين اكس. فانا هعمل ديفايد باي اكس هنا التو تيرمز دول باي اكس، تبقى دي اكس اوفر اكس زي ما اخذنا قبل كده بالظبط في الانفينيتي، ادي اكس على اكس، ودي اكس اوفر اكس، وسيب كوساين اكس از ات از، دي ساين اكس اوفر اكس برضه، والكوساين اكس اولسو برضه زي ما هي. اعمل سمبليفاي، هتبقى دي 1، دي راحت مع دي، يبقى كوساين شيل اكس حط 0، ساين اكس اوفر اكس ب 1 شيل الاكس حط مكانها 0، طبعا كوساين 0 ب 1 يبقى 1 بلس 1 تبقى 2 على 1 تطلع في الاخر ايكوالز 2. مساله مهمه، الكوساين تخرجها بره لعبه الديفايد باي، انا بعمل ديفايد باي للاكس والساين والتان بس. طيب مسألة كمان 1 دي مسألة حلوة قوي يا اولاد، ساين 1 ماينس كوساين اكس على 1 ماينس كوساين اكس، مين يقول يا اولاد تطلع بكام دي؟ واحد يقول لي يا مستر 1 ماينس كوساين اعمل تايمز الكونجيجيت زي ما خدنا في الاكزامبلز. لا طبعا، كونجيجيت ازاي وفي ساين؟ ده دي انجل يا اولاد، احنا مش قلنا يا اولاد لو الانجل دي هي اللي نفسها اللي موجودة هنا تبقى بكام على طول؟ برافو يا ابني، تبقى ب 1، يعني دي كأنها ساين اكس على اكس تطلع ب 1، ساين اي حاجه اوفر الحاجه دي تديك 1، يعني لو ساين اكس ماينس واي على اكس ماينس واي اولسو ب 1. طيب اكزامبل تاني، اكس ساين 2 اكس بلس ساين سكوير 2 اكس على تان سكوير 3 اكس بلس اكس سكوير. اللي يهمني مين؟ الساين والتان. الساين باور 2 ده هي، يبقى هتعمل ديفايدد باي اكس ولا ديفايدد باي اكس باور 2؟ هعمل ديفايدد باي اكس باور 2،
يبقى هعمل ديفايد باي اكس باور 2 للنيوميريتور والدينومينيتور اهو، يبقى ديفايد باي اكس باور 2. بس دي اكس ودي ايه ساين 2 اكس، فانا هجزء الاكس باور 2 على الاثنين، ادي لدي اكس وادي لدي اكس، ما تزعلش حد. يعني الاكس اديها اكس والباور 2 ادي له اكس باور 2، دي اكس اديها اكس ايه ساين 2 اكس على اكس، ما كانك عملت ملتي بلاي اكس ملتي بلاي اكس باكس باور 2، كانك عملت ديفايد اكس باور 2. ودي اوفر اكس باور 2 زي ما هي، دي تان باور 2 برضو اوفر اكس باور 2، ودي اكس باور 2 اوفر اكس باور 2. انا كل اللي عملته هنا في النيوميريتور عشان دي اكس ساين 2 اكس، جزات الاكس باور 2 مره اكس هنا ومره اكس هنا اهي. طبعا دي كنسله بقى ب 1، دي تبقى ب 2، دي تو على 1، دي تبقى ب 2 ولا تبقى ب 2 باور 2 يا اولاد؟ اه الباور يا مستر على الساين، تبقى دي 2 باور 2. جميل جدا، يبقى انا هكتب الاول اهو دي 1 ملتبلاي 2، هنا 2 باور 2، هنا برضو اقول ايه 3 باور 2 عشان هنا الباور على التان، وطبعا اكنسل دي مع دي بقى 1. معاك بقى الكالكوليتر تطلع في الاخر 3 اوفر 5. مساله مهمه، ودي مساله امتحانات بتيجي كتير جدا الحاجات دي في الامتحانات يا اولاد. طب ساين اكس ماينس 1 على اكس سكوير بلس اكس ماينس 2، وهنا الاكس تندس تو 1 يا اولاد، هنا الاكس تندس تو 1. طب بالراحه كده واحده واحده، هنا الاكس يا اولاد تندس لل 1، انا هغير الليمت كده اهو، لان لو 0 ينفع نعوض هنا عن اكس ب 0، انا هخلي دي 1، هنشتغل كان الاكس دي ب 1. طيب اكس سكوير بلس اكس ماينس 2، اول حاجه اعمل له فاكتورايزيشن دي 1، كل الليمت يا اولاد الاكس تندس لل 1، دي اللي هي اكس بلس 2 ملتبلاي اكس ماينس 1. اكس ماينس 1 ده هو نفس اللي موجود مع الساين فوق، يبقى انا هخرج دي بره الليمت، يبقى خليها لي ليمت والاكس تندس لل 1 ساين اكس ماينس 1 على اكس ماينس 1 ملتبلاي 1 اوفر اكس بلس 2 اي دي 1 يا اولاد، كل ده ب 1 الليمت والاكس تندس لل 1. دي كلها على بعضها بايه يا مستر؟ دي كلها ب 1 لان نفس الانجل هي اللي موجوده في الدينومينيتور، تمام. وحط لي مكان الاكس دي ب 1 هتبقى 1 بلس 2 تبقى 3، تبقى دي كانها 1 اوفر 3. خلاص يا شباب، يبقى انا مش هعوض عن الاكس ب 0، هعوض عن الاكس ب 2 1، هيبقى 1 بلس 2 تبقى 3، يبقى دي 1 اوفر 3. انا هخلي دي 1 يا اولاد، وهخلي دي 1 وهخلي دي 1، يبقى هعوض هنا ب 1 تبقى دي 1 اوفر 3 ملتبلاي 1، طبعا هتطلع في الاخر ب 1 اوفر 3 زي ما قلت لكم. 1 اوفر 3 هخلي 2 دي 3 يا اولاد، انا هعوض عن الاكس ب 1 قلتها كذا مره اهو. طيب طب لو ساين ساين اكس على 5 ساين اكس، خلي بالكم من الحاجات الصغيره دي بتوقع ناس كتير جدا. ساين ساين اكس على 5 ساين اكس، هي فين الانجل يا اولاد؟ ما هي الانجل اهي، ساين اكس اهي نفسها تحت اهي، ما هي دي زي دي، يبقى تاخد الكوفيشنت اللي هنا على الكوفيشنت اللي هنا. يعني لو كانت هنا في 4 وهنا 7 كنت هقول دي 4 اوفر 7. طب ما قدامك اهي ساين قدامها 1 ودي 5 تبقى 1 اوفر 5 على طول، ما تحلهاش، تحل ايه؟ ما كان ساين اكس دي، يعني انا لو شلت ساين اكس دي حطيت واي يا اولاد، يعني ساين واي على 5 واي هتطلع 1 اوفر 5 برضه، يبقى احط 1 اوفر 5 على طول. طب دي بقى الليمت هنا والاكس تندس للزيرو، اكس على كوساين باي اوفر 2 ماينس، دي مهمه جدا بقى، دي حته ترج يا اولاد. هي الباي اوفر 2 دي يا اولاد، طبعا لو عوضت بزيرو يطلع بزيرو اوفر 0 انا سبيسيفايد. هي الباي اوفر 2 اللي هي ال 90 مش بتعمل تشينج للكوساين انتو ذا اوبوزيت فانكشن؟ يعني ال 90 كان او ال 90 وال 270 كانوا بيخلوا الساين كوساين والتان كوتان والسك كوسك والكوساين ساين، فدي باي اوفر 2 ماينس اكس خليها لي بقى ساين اكس على طول اهي، لان باي اوفر 2 بتعمل تشينج للساين دي. ما خلاص يا مستر بقت اكس على ساين اكس، تطلع في الاخر ب 1. مساله مهمه جدا المساله دي، ودي كمان ودي، يعني الصفحه دي فيها كام فكره مهمين قوي يا اولاد. يا اولاد دي 1 زي ما قلنا، خلاص ما ننساش. طب اكزامبل نمبر 15، اه دي اخر حاجه بقى هنقولها دلوقتي، دي ساين اكس على اكس يا اولاد. لو الاكس دي يا اولاد مش راد، يعني لو الاكس دي، لو انا مدي لك الاكس دي ميجرد باي ديجري، دي في تشوز كتير جدا. لو الاكس بالديجري يبقى لازم احول دي الراد. يعني لو حطيت مكان الاكس هنا زيرو هتبقى دي ساين زيرو ب 1 اوفر الاكس دي اللي هي هتبقى باي، والباي ب 180، يبقى كان ساين اكس على اكس دي اللي هي باي اوفر 180. تيجي تشوز كتير جدا في الامتحان المساله دي. يبقى لما يقول لي ساين اكس اوفر اكس والاكس ده هي ديجري ميجر، يبقى تقول لي باي اوفر 180 في الساين، لا وفي التان، لما اقول تان اكس اوفر اكس برضو، وعايزك تجيب لي برضو الاكس برضو ديجري ميجر، تقول لي باي اوفر 180. اتفقنا يا اولاد؟ لكن لو راديان ميجر لا، يبقى خلاص دي ب 1 زي ما اتفقنا احنا، ده اللي احنا بنشتغل بيه طول الحلقه.
دول طبعا كانوا سؤالين مهمين جدا، انا جبتهم لان هو ممكن يجيبهم لي طبعا في الام سي كيو. طيب بكده يا اولاد يبقى حلقه النهارده اللي هو الليميتس اوف ذا تريجونومتريك فانكشنز خلاص خلصت، وشابتر 1 كده خلاص انتهى. ابدا بقى امسك بقى الكتب بتاعتك او الكتاب اللي معاك وابدا بقى اشتغل في شابتر 1 كله، وتواصل معايا لو في اي مشكله معاك ولا حاجه. تمنياتي لكم بالتوفيق، انتظروني ان شاء الله في الحلقات اللي جايه باذن الله في شابتر 2، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.